رانا عايشينها في الاسبوع هذا. نعم الاسبوع هذا رانا عايشينها. نعم على ال على الكاريكاتيرات هذوك اللي داروهم اللي كاريكاتير اللي داروهم والله يعني سبحان الله يعني شوف الوقت اللي لحقنا له يا سبحان الله. إيه هذا هو كما قلت شوف الصراع بين الحق والباطل هذا هو أخويا الهادي. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتك. إيه نعم حتى تتبع ملتك هذه بينة هذه. حتى وتتبعهم ما يرضوش عليك. ما يرضوش عليك نعم أخويا الهادي. ما يرضوش عليك. ما يرضوش عليك. صح صح. هما الآن مهما كان. إيه. إيه دي هما هما كل يوم يحوسوا يبروفوكيونا كل يوم يحوسوا. بارك الله فيك. إلا شفيت شيخ إلا شفيت دوك نعاودوا نفكروا الناس أيضا. عندها سبع سنين. أيوه. لما خرجوا لي بريمير كاريكاتير هذوك الكاريكاتيرات الأولى اللي داروهم على النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. المجلة هذيك الفرنسية الذي ما نقولهاش باش ما نعطيهاش قيمة. باسكو لو نقول اسمها نعطيتها قيمة. انا ما نقيمهاش انا ما نقولش اسمها ولكن كامل على بالنا هذه المجله الناس راهي اي نعم المجله الفرنسيه حنا خرجنا بقصه مع الاسلام سبحان الله اي نعم باش هما يعني هما ميديا داروا على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وحنا يعني خرجنا في الميدان تاعهم خرجنا ضدهم بالميدان تاعهم ولكن بطريقه سلميه وبطريقه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ادعو الى سبيل ربك الله بالحكمه والموعظه الحسنه بارك الله فيك وجادلهم بالتي هي بارك الله فيك وهذاك البرنامج قصه مع الاسلام شحال عنده دوكا شيخ سبع سنين وكم من واحد اعتنق الاسلام عبر البرنامج هذا راه يجوز كل رمضان ياك هكذا شيخ وكم من واحد اعتنق الاسلام عن يعني شوف هما هذه المجله هذه شو سبحان الله حبوا يطيحوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وداروا عليها الكاريكاتير عندها سبع سنين احنا خرجنا بقصه مع الاسلام سبحان الله شحال من واحد اعتنق الاسلام غير على جال هذا البرنامج هذا وعنده سبع سنين الان الإسلام صح. نعم اي نعم كم من واحد يعني كم مجالس درناهم انا وياك شوف برك الواقعه اللي وقعت مؤخرا هذيك تاع الرهينه اللي كانت في مالي بارك الله فيك هذيك على بالك باللي اسلمت اسلمت نعم صوفيا صوفيا ذهبت صوفيا اي نعم وعادت مريم ما راحت سبحان الله هذيك شغل ربي عز وجل نعم. باش يوري لك نعم. كما يقول لك الدين تاعو هذا الدين تاع ربي اي نعم ونحن نؤمن ليطفئوا نور الله بافواههم نعم. والله متم نوره ولو كره الكافر ولو كره الكافر يزيد يطلع سبحان الله هذه اللي حبيت نجبدها حبيت نمثل بها بارك الله شوف داروا المجله هذيك على سبع سنين كاين برنامج قصة مع الإسلام خرج وكاين برامج أيضا أخرى كاينين خرجت كاينين يعني عاود رفع الإسلام سبحان الله يا سبحان الله رحت تروح لأوروبا شيخ في هذيك الضربة هذيك ودوك رانا عايشينها عايشينها نفس الشيء هذا الأسبوع هذا نفس الشيء راهي صاري روح حوس شري مصحف في مكاش. في فرنسا ولا في في إيطاليا ولا روح شري مصحف سبحان ما كاش شيخ كامل شراوه خلاص كاينه بينيري تاع المصاحف نبعث لكم لو يحلوا المجال الطيران والله غير نبعثوا لكم مصاحف وقف يعني نبعثوا لكم لفرنسا وقف ما كاش مصاحف علاش الناس الله. تحوس تفهموش الدين هذا اللي رامي يهضروا عليه وش الدين هذا اللي يقولوا عليه تاع قتل وذبح ومش عارف وكذا وشنو هذا الدين واش وش يديروا هذا الناس هذو باش يقول لك حنا باش نسمعوا من ولا من يا خويا نشروا هذا القران هذا المصحف هذا الدين هذايا ونعرفوا واش كاين لما يقراوه ويشوفوا الشيخ معظمهم يعتنق الاسلام كم من واحد يعتنق الاسلام كم من فرنسي يعتنق الاسلام هذا الاسبوع هذا هذا الاسبوع هذا والله لو الاعداد راهي كل يوم تزيد سبحان الله غير على جال الحادثه هذه ايه الواقعه هذه اي نعم اي نعم لكن حنايا حنا شيخ على بالنا بحاجه انه حنا ديننا دين سلم والحمد لله وحنا ناس تاع سلم والحمد لله وكما قال لك حنايا ما نشجعوش العنف وما نشجعوش النبي صلى الله عليه وسلم عمره ولا يعني جوز العنف ولا الذبح ولا القتل ولا هذه ولا هذه ولا هذه قبل السلم ياك هكذا شيخ راناش غالطين لم يثبت عنه صلى الله عليه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم الله رحنا يا يعني قد ما يرسموا على النبي صلى الله عليه وسلم قد ما يكتبوا عليه قد ما يديروا عليه قد ما يوسوا عليه والله ما تزعزع فينا ولو كما قال لك حاجه صغيره ولو ذره في قلبنا وانما تزعزع الذره هذيك محبه للنبي صلى الله عليه وسلم كما يقول لك اي نعم يوم كما قلت ينكر كما قال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكرا فليغيره بيده بارك الله فيك فان لم يستطع نعم فبلسانه إيه نعم.
فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. هذا أضعف الإيمان. صح. ولما ينكش بقلبه لا بيده لا بلسانه ولا بقلبه. نعم. الله مستعان. هذا كبر عليه أربعاً. يعطيك الصحة. صلي عليه الجنازة واحد. واحد. بارك الله وليك. ميت يعني قلبه ميت. دوك أنت نعطيه مثال خويا الهادي، أنا نشوف الشارع سمعت إنسان يسب ربي. نحبس. نحبس ونروح نهضر معاه. وصرات وحبسنا ورحنا بارك وكيفاش وهذاك الانسان هذاك اللي قلت له داني النيف على الله عز وجل باسكو راك تكفر بالله عز وجل بارك الله قال لي كيفاش الشيخ قال لي انت واش دخلك دوك هنا فلوس قلت له انت ما نعرفك وهذا ما نعرفه لك تضارب معه ولكن الله عز وجل انا نعرفه الله عز وجل بارك الله وداني النيف عليه الله الله يجازيك خير ما زلتش تسب الله عز وجل نفس الشيء الإساءة إيه نعم. الى النبي صلى الله عليه وسلم نعم هذا رسولنا عليه الصلاه والسلام اي نعم كما يقول لك هذا حبيبنا حبيبنا ورسولنا نعم ويكون ناجس وما نقبله حتى واحد يدنا ليه من بعيد او من قريب او باللسان او بالكتابه او كذا وكذا او بالرسوم هذه ما نقبلوهاش هذه ما نقبلوهاش وحنا الرد تاعنا رد كما نقول حنايا رد باسيفيك سلمي ولكن نعاود ناكدوا لكم ونقول لكم باللي حنايا ما نقبلوهاش هذه يعني حتى مستحيل. ولو مستحيله السبع يعني نعاود نترجمهم بالفرنسيه باش الناس اللي تشوفني وراه على بالنا راهم يتبعوا البرنامج في اوروبا وفي فرنسا باش يفهموا الميساج اللي حبينا نقولوه سي فري كو تو سكي سباس اكتويلمون بارابور à l'islam et par rapport au prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم qui est notre prophète et que nous reconnaissons on peut tout accepter. Il n'y a aucun problème. Sauf trois choses qu'on ne peut pas accepter. Nous, les musulmans, on n'accepte pas qu'on insulte Allah Azza wa Jal. On n'accepte pas et on n'approuve pas et on ne cautionne pas qu'on insulte Dieu, Allah Azza wa Jal. Qu'on insulte l'islam comme religion. Et qu'on insulte aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam et tous les prophètes aussi et tous les prophètes le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et tous les prophètes ce type de comportement ni on l'accepte, ni on le cautionne et ni on le tolère cela dit malgré que ce que vous êtes en train de faire certaines personnes ce qu'ils sont en train de faire de, pour nous c'est de la provocation Alors nous, on ne cède pas la provocation. C'est-à-dire qu'il est provoqué au final, chez nous, comme musulmans. Mais nous ne sommes pas en train de marcher. Si tu veux nous faire un marché ou nous faire un marché, tu es trompé. Vous vous trompez. Nous, on ne va pas... Nous, on va pas yani, comme je disais, si vous voulez nous faire marcher, on ne va pas courir. Yani, vous pouvez en être sûr. Mais cela dit, on vous répond. On vous répond à travers les médias. Comme nous sommes dans les médias, on vous répond à travers les médias. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est sacré pour nous. L'islam, c'est sacré pour nous. Et Allah Azza wa Jal, c'est sacré pour nous. Vous êtes en train de perdre votre temps en essayant de nous provoquer parce que vous nous faites que renforcer notre foi. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais comme message à faire passer. Et le nombre de personnes qui sont en train d'embrasser l'islam en France, c'est des chiffres que si on va annoncer les chiffres, vous allez avoir peur. Yani, la France va avoir peur. L'Europe aussi, yani, le nombre de personnes qui sont en train d'embrasser l'islam en Europe, wallahi l'azim, c'est des chiffres irréels, cheikh. يوميا ويدخلنا في دين الله افواجا ويدخلنا في دين الله افواجا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا هذه هي الوغ مو جو دي شاك فوا فو سيسيي دو نو بروفوكي اي شاك فوا فو سيسيي دو فير دي كاريكاتور سور لو بروفيت صلى الله عليه وسلم اي دو نوير على الاسلام ساشي كو فوتر اكسيون نو زيد اسكو دوتر بيرسون امبراس الاسلام فوالا يعني جوف جوست سيت بارونتيز كل ما يديروا حاجه واحد اخرين يزيدوا يدخلوا في الاسلام. ايه قال لك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذه هي هذه هي شيخ واش مولد النبوي الشريف انا قلنا باللي يعني بصفه عامه لي جون ختمنا من المحارق والله العظيم خلونا من اي نعم خلونا من المحارق تدخل في التبدير
شو كيما قلت يا وسالني وليدك اريس اريس قال لي على المحرك كيفاش قلت له نعطيك مثال اكزوم نجيبو بيتاميل دينار تعطيني بيتاميل دينار قلت له لو كان نحرقو قدامك واش تقول لي قال لي لا ماشي مليح قال لك حرام ايوا قلت له كي تشري انت المحرق تاع ميل دينار وتحرقهم ورا الفرق ما كاش فرق شفت كيفاش وزيد كل عام نسمعوا كما المستشفيات كارثه شيخ ايوه كارثه راهي صريعه كارثه بارك الله بدات بالمستشفيات بداو عندهم يومين عم يجيبوا لهم الترتك تاع ليه علاش كيما نقول لك اي نعم الاموال هذوك اللي نرميهم صدق يا خويا روحوا نصدقوه الله غير تدي الاجر كثير نعاون الناس خاصه كيما مع كورونا الناس راهي ضاعت والله غير ضاعت الناس هي ضاعت مع كورونا صح هذيك الاموال عوض باش نشريهم هكذا نروح نوزعهم على الناس اللي ما خلصتش 7 شهور ولا 8 شهور والله غير صح رانا فيها لا 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 صح شيخ صح